إن لم تستحي فافعل ما شئت. رانا عايشين فيها للأسف أنه هاد الفئة من البنات هما لما يبانوا بزاف في المجتمع ومعطيين صورة بزاف ماشي مليحة المجتمع الجزائري، صورة لا تعكس نساء وبنات المجتمع الجزائري. هاد البنات بكل بساطة ما عندهمش مبادئ، ما عندهمش قيم، تخلوا على المبادئ تحهم والقيم تحهم وابتعدوا على دينهم. ماشي الدين أنك تصلي وتصوم وتقوم، الدين أن الأخلاق بدرجة الأولى، وبدرجة الثانية أنك تفهم الدين ديالك. هادو بنات ماشي فاهمين الدين تاعهم تو سامبلومون، شايفين انه الدين حاجه اللي تربطهم، حاجه اللي تقيدهم. باغ كونطخ لا لا، العكس كامل في الحقيقه. الزواج لا يقدم ولا يؤخر، ماشي الزواج اللي هو يخليها تطرحها، انها تعرف دينها وتعرف وين راهي رايحه وتعرف الاخره تاعها، هذه هي الحاجه اللي تخليها تطرحها. كاين تأثير في رمضان يعني الشباب هي اللي راح تدي لهم بزاف الطريق هذه والشباب في رمضان. جينيرالمون كاين حاجه ثانيه، كاين بزاف بنات وشابات سواء كانوا صغار ولا كبار يتبعوا عباد اسمهم دي انفلونسور، مي هما ما ياثروا ما والو، عم يتبعوا فيهم برك، عم يشوفوا واحد الجانب من حياتهم ماشي كاع جانب واقعي وهما ما يتبعوا فيه، الوغ عم يتبعوا برك شغل رانا ولينا كالقاطع. سيسا وجهنا رسالة للنساء بكل بساطة، رسالتي هي بسيطة جدا، افهمي دينك، اعرفي دينك. هذا مجرد قطعة قماش، افهمي علاش انا لابسينه. انتي راكي عزيزة، راكي جوهرة بزاف نادرة، اعرفي روحك واش تسوي وعرفي علاه فرضو ربي تما ديره تو سامبلومون، ما تخميش كامل. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.